عزيزي الرجل، تخيل حالك مكان المرأة. يعطيكم العافية شباب. الله. اليوم جمعناكم كلياتكم مع بعض لأنه كلياتكم عندكم نفس المشكلة، والمشكلة هي العنف من قبل المرأة. حابين تشاركونا كل مشاكلكم وقصصكم اللي صارت وشو عملت فيكم المرأة. انت وانت محمد احكي لنا قصتك تفضل. والله مشكلتي صعبة، انا يعني انا بشتغل بيجي 8 لـ10 ساعات باليوم. طبعا هذا ناهيك عن شغل الدار، طبعا بالاخير باخر الشهر بستلم راتب، بس الراتب كله هذا ما بستلم منه ولا قرش، ولا قرش بستلم منه، ما بصرف. وين بروح؟ مرتي بتاخذه مني. بتاخذه مني، يعني تعبي اللي هو انا راتبي اللي تعبت فيه وشغلي وعرق جبيني، واخر شيء هي بتاخذه مني. انا ما مستحيل اتصرف ولا قرش منه ابدا، مستحيل. مرحبا رشا، كيفك؟ اليوم على نفس الموعد على 5 نفس الكوفي شوب عشان الارجل. بشوفك. يلا باي باي. مرحبا حبيبي، إلي ساعة بستناك. والله طبعا هاي جيت من الشغل، لا رحت ليمين ولا شمال. يعطيك العافية، هيك بدي إياك. كم التاريخ اليوم؟ 1/12. طيب ناسي أنت؟ لا والله ما أنا ناسي إشي، جبت لك كل أغراضك. شو شكلك ناسي. اليوم 1/12 يعني الراتب. يلا أعطيني، يلا بدي أطلع. رشا بتستنى، حرام. راتبي شغلي أنا. أنا راتبي مفروض ضلوا معي أنا. هاي نغمة جديدة حبيبي، راتبي وشغلي وتعبي. حبيبي اصحابك اللي بتطلع معهم حمزة ومعاذ بطل تطلع معهم. انا ما عندي، خلاص اعطيني الراتب. ما في يعني احنا هون عندنا قانون، راتبك بتعطيني اياه. انت ايدك فرطه بتصرف زي ما هاي. بعطيك شو ما بدك، بس خلي راتبي معاي. بدي الراتب. يلا هات الراتب. هات الراتب بقول لك. يلا رشا بتستنى، بدنا نطلع. مش شايفني مجهز حالي؟ شو حبيبي؟ ناقصات 5 هدول؟ وينها؟ 5 دنانير يعني. طيب اعطيني اياها، وين الخمسه راحت؟ اخذتهم بدي اروح اطلع فيهم مع اصحابي. نشرب شاي. نشرب قهوه، شاي شيء زي. وارجيله كمان. لا احكيها بوجهي، ارجيله. كلهم بارجلوا عادي يعني. كيف كلهم بارجلوا حبيبي؟ احنا ما عندنا شباب تارجل حبيبي. انتوا بتارجل؟ طب انتوا شو بتقارن حالك فيي هسه؟ هسه بتقارن حالك فيي؟ كله ضرب. ماشي يا محمد، بتقارن. هات الخمسه يا محمد، خلص ما تحكي معي. بتقارن حالك فيي. هات الخمسة وما بديش أشوفك. هات الخمسة من غير ما أشوفك. هات الخمسة. دفوت أنا أحسن. أحسن إشي هذا بتعمله. لا بدي أشوف حدا. يا أيوة لا تشوف حدا. شو هذا؟ قارن حالك فيه وبدك تأرجل كمان. بدك تأرجل يا محمد، هاي آخرتك تأرجيلة. قارن على رشا. رشا. وصلتي؟ طيب اطلبي لي تفاحتين زي دايما. هيني جاي احسابي اليوم. معاذ احكي لنا قصتك للشباب. قصتي انه انا بطلت اقدر اطلع من الدار من كثر ما بسمع تعليقات وحكي. انا يا جماعه كل ما اطلع من الدار عم بسمع تعليقات وتحرش. مش معقول شو صايرين يتحرشوا، صارت موضه عند البنات. لا واللي قبله من هيك، امي بدها تطلعني من الجامعه وتجوزني لاول واحد بتتقدم لي. قال شو؟ الجامعه كلها بنات والبنات بتحرشوا. طب انا شو ذنبي؟ حلي مشكله البنات، مش طلعيني انا من الجامعه، انا شو ذنبي؟ يا الله، من زمان ما شفنا هيك شباب حلوين نطقس عليهم. عن جد؟ لك شوف هالقطعه، شوفي. الشمس غابت والقمر بان. اوعى يا شبله تندب. ايش يا حلو؟ امشي عرمشي. يلا بشوفك بعرض اخوي لأزبطه. يلا باي. تعال يا حلو، وين رايح؟ انس تفضل احكي لنا شو قصتك. انا قصتي، انا زوجوني من اللي للي كان عمري 15 سنة. كله من ورا القانون. قانون 308. وبعد 5 سنين بدها تطلقني وترميني بالشارع انا وابني.
طب برا الدار يلا روح، 5 سنين وانا متحملتك. اطلع برا الدار يلا روح. انت ما عندك احساس؟ انا اللي عندي احساس. 5 سنين وانا متحملتك، لولا المادة 308 انا كان ما ضبطك من اول. يلا روح. وابنك وابنك؟ هذا غلطة، غلطة جاي تحاسبني عليها، غلطة وندمان عليها. يلا روح اطلع برا. خد استرع حالك. محلى الحرية. تفضل حمزة احكي قصتك. انا بطلت اقدر اتحمل يا اخوان. انا اسمي نسيته، اسمي نسيته. نفسي تقول لي بحبك حبيبي اي اشي، انا بس بدي تناديني باسمي، باسمي باسمي، بس تناديني باسمي. شو اساوي؟ انا بدي حل. شو اللي مش عاجبك؟ تفضل يا ابو كرش احكي لي، عندك مشاكل؟ ابو كرش عنده مشاكل، تفضل. ما فيش. طبعا ما فيش. 24 ساعة على التلفزيون، ما انت 24 ساعة مسترخي وفارد لي كرشه. ما راح حامل عندي هون بالدار. المولود باي شهر؟ شوف الغبرة. شو مهمتك انت هون؟ ما تحكيليش حبيبتي. حبك برسو 10 خرص. مليح اني اصلا ضابيتك هون عندي بالدار. والله بتزوج 3، والله بتزوج 3، والله بعملها. انت مهمتك هون تمسح وتطبخ. اليوم ليه مو طابخ؟ الا يكون عندك مشاريع. تفضل يلا احكي لي مشاريعك. خليني احكي لك يا حياتي، خليني احكي لك شو صار. لا تحكي لي ولا تحكي لي حياتي. قرصتك حي ب 10 راس ان شاء الله. شوف كيف كسماتك كيف صايرين. هديك اليوم تخربطت طالع لك مساند انت هون، خربطت فكرتك كنباي. ما انت بتتفرج 24 ساعة على الفوتبول. مش بتغار؟ ما بتغار؟ ما بتحس؟ غار شوي. انا شو هون؟ زبط لي حالك شوي. استغفر الله. هات خلينا نشوف ناس حلوين. هات الريموت خلينا نحط على مسلسل تركي. زبط. قوم جيب لي كاسة مي، مش شايفني، مش عارف احكي ولا كلمة. قوم. شوف ما شاء. دب. انا ليش حظي هيك؟ ليش؟ شوف ما احلاهم هدول. شوف مهند علي اشقر. شوف جسمه ما احلى، اكيد بيلعب رياضة زي اللي عندي. كلياتنا لازم نتحد عشان نواجه كل أشكال العنف. كلياتنا لازم نكون إيد واحدة، كلنا مع بعض. أنجتر أنجتر كوم مستير، 1 2 3.